فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين. في غير القرآن تبقى دي لام ايه؟ تعليل. ليه؟ لأن لام التعليل يأتي بعدها نتيجة مقصودة لما قبلها. فالتقطه آل فرعون ليه؟ ليكون لهم قرة عين، ده السبب الحقيقي صح؟ لكن في القرآن الله يقول ايه؟ فالتقطه آل فرعون. هو فرعون عارف ان موسى عليه السلام سيكون له عدوا وحزنا ولا ما كانش عارف؟ طب هي دي نتيجة مقصودة ولا غير مقصودة؟ غير مقصودة. اذا اكتبوا عندكم، اذا جاء بعد اللام التي قد نظنها تعليلا، اذا اتى بعدها نتيجة غير مقصودة لما قبلها، صارت هذه اللام لام ايه؟ عاقبة. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ ها، هو أنت بتكلم صديقك، يعني عندما أقول تكلمت مع صديقي لينصحني، اللام هنا لام ايه؟ تعليل صح؟ طب ليفضحني؟ أنا بتكلم معاه علشان يفضحني؟ ولا بتكلم معاه علشان ينصحني؟ طيب في الآية قل أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بنحدثهم علشان يحجون بحديثنا ولا بنكلمهم علشان يؤمنوا؟ يبقى قل أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به. اللام هنا عاقبة ولا تعليلية؟ عاقبة صح. حروف المعاني بندرسها في دورة النحو الشاملة في شهرين ونص. وقرأ صنوف الكتب.